بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج ساب 2000. في الحلقة دي المفروض ان احنا بنهايتها هنكون بنعرف نوصف على البرنامج كاميرا وندخل عليها البري ستريسنج فورسز والتندونز بتاعتها اللي هي الكابلات بتاعة الشد اللاحق. في عندي كاميرا عبارة عن بحر 14 متر وكانتليفر بعده كمان 4 متر و40 سنتي. الكروس سيكشن بتاع الكاميرا دي عبارة عن اي بيم ارتفاعه 100 سنتي والفلانجة بتاعته عرضها 120 سنتي. التخانة بتاعت الفلانجة 20 سواء الفلانجة اللي فوق او اللي تحت. والويب ده الويدس بتاعه 35 سنتي. الكروس سيكشن ده احنا واخدينه في نص الكاميرا هنا. في عندي اربع كابلات اللي هم الاربع تندونز اللي تحت دول. الكابلات دي بنشدها بعد ما الكاميرا تكون خدت مقاومتها. بعد ما الكاميرا تكون خدت المقاومة بتاعتها تبدأ الكابلات تعمل ضغط بالراجع او ضغط عكسي على القطاع بتاع الكاميرا فيعمل مومنت عكس المومنت اللي بيعمله الديد لود واللايف لود، فبيقلل من الديفليكشن وبيقلل من الكراكنج اللي بيحصل في الكاميرا، بيقلل من كمية الحديد جدا، بيقلل من دخانة القطاع اللي انا هستخدمها في الكاميرا ديت، لانه بيعمل لي مومنت عكس للمومنت غير عكس للاحمال بتاعت اللي هي الديد لود واللايف لود بيعملوه. عندي هنا اربع كابلات، كل كابل شايل 50 طن، يعني التوتال بوست تنشن فورس في الكيبلز كلها 200 طن. التوتال اريا بتاعت الكيبلز عندي جيفن 16 سنتيمتر مربع، يعني لو هنشتغل بالمتر هتبقى 0.0016 متر مربع. الاف اس يو بتاعت الخرسانه ب 300 والاف فيلد ب 3600، ده بتاع الحديد الطولي، لكن الكابلات الاف فيلد بتاعتها مش 3600، ممكن الكابلات دي توصل الاف فيلد بتاعتها لخمس اضعاف الاف فيلد بتاعت الحديد بتاعي. الكونكريت سيكشن عباره عن الاي بيم اللي هو شون في الشاشه ده. الديد لود اللي على الكاميرا كلها سواء الكاميرا دي او الكانتريفر كله 5 طن على المتر الطولي يونيفورم، واللايف لود برضو على البحرين 3 طن على المتر الطولي على الكاميرا يونيفورم لود. البروفايل بتاع التندونز او بتاع الكيبلز اللي انا هستخدمها ديت مرسوم عندي اهو باللون الازرق. عندي في بدايه الكاميرا ارتفاع التندون او الكيبلز ديت صفر من السنتر لاين الاحمر اللي انا رسمه بتاع الكاميرا دي. بعد مسافه 6 متر النقطه الثانيه الكابل نزل بعد تحت السنتر لاين بمقدار 45% متر، 6 وناقص 45%، يعني النقطة ديت اللي أنا كاتبها بين قوسين دي هي إكس وزد، أو لوكال أكسس 1، المسافة في اتجاه لوكال أكسس 1 وفي اتجاه لوكال أكسس 2، ده اللي أنا هدخله للبرنامج، يعني أنا هقول إن ده كده لوكال أكسس 1 وده لوكال أكسس 2. ده واحد وده اتنين، يبقى كده انا هدخل المسافة في اتجاه واحد صفر وفي اتجاه اتنين صفر عند النقطة الاولانية اللي هي النقطة دي. وبعد كده النقطة التانية ديت المسافة 6 متر وفي اتجاه اتنين ناقص 45%، وبعدين عند النقطة ديت المسافة كانت 13.5 متر والارتفاع كان 25% لفوق. عند النقطة دي كان المسافة 14 متر اللي هي عند نهاية البحر الأولاني ده، والارتفاع كان 3.1 متر لفوق. عند النقطة اللي بعدها كان المسافة 16 والارتفاع من السنتر لاين بتاع الكاميرا 1.1 متر زي ما هو واضح هنا. في الآخر خالص النقطة الأخيرة ديت المسافة كانت 18.4 متر اللي هي الـ14 والـ4.4 اللي هي 18.4 دي، والارتفاع كان صفر لان الكابل كان منطبق على السنتر لاين بتاع الكاميرا. الكابل ده عبارة عن جزء من بارابولا هنوصفه للبرنامج دلوقتي. التخانة بتاعت الكاميرا كلها متر، يعني السنتر لاين بتاعها هيبقى على ارتفاع نص متر. انا بدخل الكابل الاكسنتريست بتاعته دايما من السنتر لاين بتاع الكاميرا. ندخل على اول ما ندخل على البرنامج نعدل الوحدات بتاعتنا الى طن ومتر. ونعمل نيو موديل. نختار من هنا جريد اونلي. وندخل هنا صفر وصفر وصفر. ونعمل ايديت جريد. نشتغل بالنظام السبيسنج.
اول مسافة 14 في الاكس، وبعدين 4 متر و40 اللي هو الكانتريفر، وبعدين صفر، ونسمي ده وليكن ايه، والمحور التاني بي، والتالت سي، ونخلي البابل سايز ديت وليكن 0.6. اوكي، ونقفل شاشة من الشاشة اللي طلعت لي ديت، ونجيب الاكس زد بلان. نبدأ نعرف الماتيريال بتاعتي. اول حاجة من ديفاين ماتيريالز، الكونكريت بتاعتي الاف سيو بتاعتها ب300. نيجي على الكونكريت ديت، بدل ما نضيف ماتيريال جديدة نعمل موديفاي ليها، نسيبها اسمها كونكريت زي ما هي. الماس بير يونت فوليوم اللي هي الويت على عجلة الجاذبية، الويت بتاع اللي هو كثافة الخرسانة 2.5 طن على متر مكعب، لو قسمناها على 9.81 يطلع لي كده الماس بتاعتي 0.254 طن على المتر المكعب. ده لو انا شغال ايه بوحدات الطن على المتر المكعب. الويت بير يونت فوليوم اللي هو الكثافة 2.5 طن على المتر المكعب. المودلس اوف الاستيستي حسب الكود المصري او حسب اي كود انا شغال بيه. مثلا بالنسبة لنا الكود المصري المودلس اوف الاستيستي بيساوي 14000 جذر الاف سي يو، ده لو انا شغال بالكيلو جرام على السنتيمتر مربع، يعني هتبقى 140000 جذر الاف سي يو علشان تبقى بالطن على المتر المربع. 140000 مضروبة في الاف سي يو عندي 300 اهي، اف سي 300 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يبقى 140000 في 300 ديت شيفت 6 عشان نعمل الاس بتاعها نص، يبقى انا كده عملت 140000 في 300 جوه قوس اس نص. البرنامج لوحده اوتوماتيك هيحسبها لي، طلعت اهي 202 طلعت 2.4 في 10 اس 6 طن على المتر المربع. البوستور ريشيو 0.2. السبيسيفايد كونكريت كومبريشن سترينث اللي هي الاف سي داش او الاف سلندر، الكود المصري بيقول انها 0.8 اف سي يو، يعني ديت بتساوي 0.8 في اللي هي شفت 8. الاف سي يو بتاعت اللي هي 300، بس ال 300 دي كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يبقى هتبقى 3000، يبقى 8 من 10 في 3000 هتطلع 240 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، او 2400 طن على متر مربع. البندنج رينفورسمنت ييلد ستريس اللي هو الاف ييلد بتاع الحديد اللي انا هستخدمه في الديزاين بعد كده، 3600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يبقى ب 36000 طن على المتر المربع. الشير رينفورسمنت ييلد ستريس اللي هو الاف ييلد بتاع الكنات اللي انا هستخدمها، او الحديد المكسع اللي هو الترانسفيرس رينفورسمنت او الويب رينفورسمنت، ب 2400 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، ونزود كمان صفر يبقى كده 24000 طن على المتر المربع. بكده نكون خلصنا توصيف الماتيريال بتاعتنا، نعمل اوكي. اوكي، نعرف كمان حالات الاحمال بالمره من ديفاين لود كيسز. في عندي كيس اسمها ديد لود، نعمل كمان كيس اسمها لايف لود، والتايب بتاعها لايف، نعمل اد، ونعمل كيس كمان اسمها بوست تنشن، والتايب بتاعها مش موجود هنا، نختار اذر، نعمل اد نيو لود، ونعمل اوكي. كده عندي 3 حالات احمال. نعرف كمان قطاع الكاميرات بتاعتنا من ديفاين فريم سيكشن، ونلغي القطاعات القديمة دي. ونضيف من هنا قطاع وايد فلانج، اد وايد فلانج، اد نيو بروبرتي. الماتيريال بتاعته كونكريت اللي انا لسه معدلها ديت. السكشن نيم وليكن هنسميه جردر. الاوتسايد هايت اللي هو الارتفاع الكلي بتاع الجردر دي متر، والتوب فلانج ويدز عرض الفلانج متر 20 سواء العلوية او السفلية، نكتبها برضو. البوتوم فلانج ويدز متر 20، التوب فلانج سيكنس 2 من 10 متر، والويب سيكنس 35 من 100 متر، والبوتوم فلانج سيكنس 2 من 10 متر.
بكده نكون عرفنا القطاع الاي بيم بتاعنا الخرسانة، ونلغي القطاع القديم ده الستيل. اوكي، نرسم الكاميرا بتاعتنا او الستريت فريم، عبارة عن القطاع بتاعنا الجردر اللي احنا لسه معرفينها، من هنا لهنا لهنا. وبعد كده نختار النقط اللي عندها السبورتس، نحط عندها هنجز، الساين جوين سترين هنج، ونحط الاحمال بتاعتنا، الساين فريم لود ديستريبيوتد. في الديد لود نحط احمال اللي هي جيفن عندي 5 طن على المتر الطولي، ونختار الكاميرا برضو تانية ونعمل الساين فريم لود ديستريبيوتد. في حالة اللايف لود نحط حمل قيمته 3 طن زي ما هو جيفن. بعد كده باقي اني ارسم التندونز بتاعتي بنفس امر رسم الكاميرات اللي هو درو فريم، برضه هو نفس الامر ده، بس بدل ما اختار من هنا ستريت فريم لا نختار هنا تندون اللي هي الكابلات بتاعت الشد اللاحق، ونسيب السكشن بتاعي تندون 1 مفيش مشكلة، وهندخل جوه نعدله ونديله الاريا بتاعته نسيبه زي ما هو. نرسم دايما الكابل من اول من اول نقطة لغاية اخر نقطة في الكاميرا، حتى لو كانت كذا بحر، من النقطة ديت لحد النقطة دي. طلع لي اول ما ضغطت على اخر نقطة لوحده طلع لي الشاشة اللي هدخل فيها البروفايل بتاع الكابل بتاعي. اول حاجة فوق بيقول لي الستارت تندون المسافة بتاعته في الكوردينيت سيستم، في الكوردينيت في اتجاه لوكال اكسس 1 بصفر، لوكال اكسس 2 بصفر، لوكال اكسس 3 بصفر اللي هي النقطة الأولانية بالنسبة لنا ديت اللي هي عند 0 و0 دي. أنا ماليش دعوة بالكوردينيت في الاتجاه 3 لوكال اكسس 3 اللي هو العمودي على المستوى، أنا ليا دعوة ب1 و2 اللي أنا كنت راسمهم من قيمة شوية هنا، دول أهم نرسمهم تاني. في هنا لوكال اكسس 1 قلنا، وفي هنا لوكال اكسس 2. كل النقط اللي انا كاتبها دي اللي هي 0 و0 و6 و-45% و13.5 و25%، دي كلها الرقم الاولاني هو في اتجاه لوكال اكسس 1، والرقم الثاني هو في اتجاه لوكال اكسس 2 بتاع الكاميرا، لان في لوكال اكسس 3 اللي هو عمودي على الكاميرا ديت لجوه اللي هو بيظهر في البرنامج بلون ازرق، وكنا شرحناه قبل كده في اول شرح حلقات الساب. يبقى انا المفروض ادخل النقط دي كلها لان انا مطلع احداثياتها بره دي، لكن بدل ما ادخلها لينير زي ما هو مدخلها لي كده هدخلها بارابوليك. يبقى انا عندي اول نقطه اللي هي الستارت اوف تندون ديت هنسيبها زي ما هي، ونختار من هنا تاني بارابولا انترميديت بوينت، نقطه داخليه اهي بارابولا انترميديت بوينت، وندي له الكوردينت 1 في اتجاه 1 اللي هي 6 اللي هي النقطه التانيه 6، والارتفاع بتاعها 45% بالسالب يبقى -45%، ونعمل انزيرت بيلو يعني نحطها تحت النقطة بتاعت الستارت ديت، يبقى دي النقطة التانية اهي. نلاحظ ان هو هنا رسم لي نقطة تانية وغير شكل البروفايل اللي هو كان ستريت لاين بدأ ياخد شكل البارابولا. نضيف كمان نقطة هنا في نهاية البارابولا السفلية دي اللي هي النقطة التالتة، نختار برضو هنا بارابولا اند بوينت، المسافة دي 13.5 في اتجاه لوكال اكسس 1، والمسافة في اتجاه لوكال اكسس 2 قيمتها ربع. نعمل انزيرت بيلو، نلاحظ ان هو خدها هنا بارابولا انترميديت بوينت، المفروض احنا كنا ندخلها له بارابولا اند بوينت. نعمل موديفاي، دي موديفاي وديت كده بارابولا اند بوينت موديفاي، وهكذا. يبقى انا دخلت اول نقطه اللي هي 0 و0 ديت هو كان حاططها لي اوتوماتيك، النقطه الثانيه عند 6 و-45% ديت بارابولا انترميديت بوينت اللي هي دي النقطه الثانيه دي دخلناها، النقطه الثالثه هنعمل بارابولا اند بوينت عشان ندخل نهايه البارابولا بتاعه البحر الاولاني ده اللي هي لغايه هنا كده. بعد كده نبدأ نعمل بارابولا لفوق بقى تاني اللي هي فوق السبورت. يبقى أنا دخلت آخر حاجة 13.5 و25%، ندخل بعد كده بارابولا انترميديت بوينت
المسافة التراكمية بتاعتها 14 والارتفاع 0.3. دايما الارتفاعات دي بتبقى فوق السنتر لاين بالموجب، تحت السنتر لاين بالسالب زي ما انا مطلعها بره كده. نعمل هنا انزيرت بيلو، يبقى انا كده دخلت النقطة اللي هي عند 14 متر. نعمل هنا بارابولا انترميديا التاني، المسافة ديت 16 والارتفاع 0.1 اللي هي النقطة اللي قبل الأخيرة. نعمل هنا انزيرت بيلو، آخر نقطة اللي هي عند 18.4 والارتفاع بتاعها صفر، هي موجودة لكن هي معمولة لينير. نختارها ونعمل هنا بارابولا اند بوينت اللي هو آخر نقطة، نعمل موديفاي بس ما نضيفش حاجة، نعدلها. نلاحظ ان هو لازم يبقى فيه بداية وليه نهاية، البداية بتبقى لونها أخضر والنهاية باللون الأحمر ده. ونعمل بعد كده ندخل الأحمال بتاعة اللود، التندون بتاع اللي هي التندون لود. نعمل اد عند التندون لودز هنا، اد في الكيس بتاعة البوست تنشن أو البري ستريسنج فورس. نشيل من هنا كل اللوسز بتاعتنا. بعد كده لو أنا عايز أطلع المومنت نتيجة البري ستريسنج نضرب في سكيل فاكتور 0.8 أو 0.9 أو 0.75، يطلع لي النت مومنت نتيجة البري ستريسنج. أنا هعتبر دلوقتي إن مفيش عندي أي فواقد خالص. ندخل الفورسز بتاعتنا اللي هي بتاعت الكابلات كلها على بعضها 200 طن. انا افترض ان الكابلات كلها هي كابل واحد، يعني الاربع كابلات اللي عندي دول اللي هم مساحتهم مديهم لي 0.0016 متر مربع، مساحة الكيبلز كلها هتشيل 200 طن قوة شد. انا دخلتها له كلها مرة واحدة، اوكي. بعد كده هنعمل التندون سيكشن، هو مديني تندون سيكشن 1 مفيش غيره هنا، هنعمل له شو وندخل هنا الاريا بتاعت التندونز كلها اللي هي 0.0016، دي المساحة بتاعت الاربع كابلات بتوعنا. نعمل اوكي. كده دخلنا الاحمال وعرفنا القطاع بتاع التندون سيكشن، دخلنا الاريا بتاعته وعرفنا البروفايل بتاع الكابلات بتاعنا اهو. ده الجزء الاولاني، وبعدين ده الكانتليفر. دايما شكل الكيبل او البروفايل بتاع الكيبل ماشي مع البندنج مومنت دايجرام علشان يعمل مومنت عكسه فيقلل قيمه المومنت الناتج من الديد لود واللايف لود. خلصنا كده الشاشه بتاعت التندون ديتا، نعمل اوكي نقفل ديت، نعمل اسكيب بحيث نخرج من الامر. هنلاحظ ان هو رسم لنا هنا ايه التندون بتاع اللي هو باللون الاخضر غير الخط الاصفر بتاع الكاميرا نفسه. لو جبنا هنا الاكستروجن ستروت فيو، هلاحظ الكاميرا مرسومه اهي، وفي 3 دايمنشن كمان الاي بيم ظاهر اهوت، والكابل عندي باللون الاخضر، الكابل باللون الاخضر والكاميرا باللون الاصفر. نبدا نحفظ الملف بتاعنا ونسميه وليكن بوست ونعمل رن ونشيل الكيس اللي هي اسمها المودل ديت ونعمل رن ناو. قال لي اناليسيس كومبليت، نعمل اوكي. ده الديفورمد شيب النتج نتيجة الديد لود. لو عايز الديفورمد شيب نتيجة اللايف لود موجود برضو اوكي اهو. الديفورمد شيب نتيجة البوست تنشننج هو هتلاقيه عكس الديفورمد شيب بتاع الديد واللايف، يعني عمل مومنت عكسهم. لو شفنا كده المومنت الناتج نتيجة الديد لود ام 3.3 شو فاليوز، المومنت هنا 133 بوزيتيف و65 نيجاتيف. لو جبنا نتيجة اللايف لود
برضه نفس الشكل، لكن القيم مختلفة لأن قيمة الديد لود كانت غير اللايف لود. لو جبنا نتيجة البوست تنشنينج هتلاقي العزوم مقلوبة عكس الديد واللايف، معنى كده انها بتقلل لك العزوم الناتجة من الديد لود واللايف لود، بتقلل الديفليكشن لانها بتعمل ديفليكشن عكسه، بتقلل لو احتمالية حدوث الشروخ بعمق كبير او بويدث كبير، بتقلل التخانة وبتقلل كمية الحديد، ان طبعا هي بتقلل المومنت وبتعمل المومنت معاكس له. لو انا عايز اطلع المومنت النهائي نتيجة الديد لود زائد اللايف لود زائد البوست تنشننج اللي انا حاطه من قائمة ديفاين كومباينيشنز، ونعمل اد نيو كومبو، نعمل هنا كومبو اسمها توتال عبارة عن ديد لود زائد لايف لود زائد بوست تنشننج، يعني الحالة اللي هي الوركينج ستيج، ان انا حاطط على الكاميرا بتاعتي الديد لود موجود، الحوائط مبنية والبلاطات موجودة وفي لايف لود موجود، والكاميرا اوريدي هي فيها بوست تنشن كيبلز، يبقى دي الحالة بتاعت التشغيل وركينج ستيج اللي فيها ديد ولايف وبوست تنشن. نعمل اوكي. في كمان حالة تانية اللي هي حالة الديد زائد اللايف، بس هنسميها حالة ديد ولايف عشان نقارن بينهم ونشوف الفرق بينهم، نلغي منها البوست تنشن بس. يبقى كده الديد واللايف انا حاطط فيها الديد واللايف بس، وفي هنا التوتال اللي هي البوست تنشن بالديد باللايف، كمان الثلاث حالات مع بعض. لو جينا شفنا العزوم بتاعت التوتال اللي هي ديد ولايف وبوست تنشنينج ثلاثة مع بعض، هلاقي العزم الموجب هنا 104 والعزم السالب 54 بالسالب. لكن لو شفت الديد واللايف بس من غير ما اكون حاطط كابلات، هتلاقي العزم 193 وهنا 94. يعني هنا من 104 ل 193 في فرق قد ايه؟ في فرق تقريبا 90 طن متر، يعني معنى كده ان الكابلات تقريبا وفرت لي 90 طن متر، يعني هقلل الحديد بتاعي وهيقلل الديفليكشن. بالنسبة برضو في المنطقة بتاعت العزم السالب، الكابلات برضو وفرت لي كمية كبيرة جدا من العزوم وقللت لي الديفليكشن بتاع الكانتليفر. بكده نكون خلصنا توصيف الكاميرات البري ستريسنج او البوست تنشن على برنامج الساب، وزيها برضو توصيف البلاطات بالظبط، بنرسم البلاطات سواء كانت سوليد ستاب او فلات ستاب على البرنامج، ونبدأ ناخد الكيبل ونرسمه، وهيطلع لي شاشة اعرف فيها البروفايل بتاعه والقطاع والاحمال بتاعة الكابل، ونرسم البيننج هو نتيجة الديد لود او اللايف لود او البوست تنشنز، ونشوف الكومباينيشنز بتاعتنا، نجمع الحالات بتاعة الاحمال بتاعتنا، ونبدأ نصمم تصميم نهائي للبلاطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.